السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا الكرام، نود التنويه لأن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى منكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد الأحداث الدموية المؤسفة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء جراء تفجيرين انتحاريين في ساحة الطيران وسط بغداد، نظم ثوار قضاء الصويرة في محافظة البصرة وقفة تضامنية مع شهداء انفجار ساحة الطيران في بغداد، فلنشاهد. تشاهدون الآن هذه شباب الصراوية تقف اليوم وقفة احتجاجية من أجل محاسبة المقصرين في العمليات الانفجارية الأخيرة التي طال بها الشباب العراقي، وهذه الشموع تأبينا لشهداء الانفجارين وشهداء تشرين وشهداء الشباب العراقي. شكرا لكل من حضر لهذا الاحتجاج والوقفة والمساندة من أجل أخذ حقوق الشباب والشهداء الذين سقطوا جراء العمليات الانفجارية. طبعا نعتذر، قلنا الصويرة في البصرة ليست في البصرة. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى خبر آخر. أقام مواطنون عراقيون في مدينة سامراء صلاة الغائب على أرواح شهداء العراق من جوامع مدينة سامراء، دعونا نشاهد. أكد الشعب العراقي وبمختلف أطيافه عن تلاحمه وتكاتفه وإصراره على وحدة الشعب بمختلف مكوناته عبر وسم دمنا واحد، بعد التفجيرات الدامية التي حدثت في ساحة الطيران ببغداد والتي راح ضحيتها الكسبة والعاملون والمواطنون البسطاء. التفجيرات التي وصفها العراقيون بالسياسية لكونها تحصل قبيل كل انتخابات أو تناحر سياسي يذهب ضحيته الشعب العراقي. دعونا نتابع جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع. أحمد يقول: تفجيرات السلطة التي تريد عودة الطائفية وتروج لها من جديد على حساب الدم العراقي الشريف، نقول لهم دمنا واحد. تغريدة أخرى لدينا من عباس الطائي يقول: بالأمس اختلطت دماء العراقيين وأجسادهم ولم يفرق القاتل بين عراقي وآخر، القاتل كان يستهدف وحدة العراقيين قبل أرواحهم. تغريدة من ليث يقول: الميليشيات وداعش وجهان لعملة الشر إيران. هكذا يرى ليث. وفاطمة تقول: دمنا واحد باسم الأنبار والفلوجة وباسم كل العراقيين، نحن مع أعوائل المفجوعين قلبا وقالبا، الجرح بكم والألم نتحمل لكلنا. رسالة شباب الفلوجة والأنبار تضامنا مع عوائل الشهداء. ننتقل إلى موضوع آخر. ناشد المتظاهر المصاب رحيم عبد الكريم الذي أصيب بثلاث طلقات نارية في أحداث يوم 27 من تموز 2020 قرب ساحة التحرير من قبل القوات الحكومية، وهو مقعد الآن وبحاجة لعملية زرع كلى كلفتها 30 مليونا. دعونا نستمع له. عليكم أخوتي، أنا أخوكم المتظاهر رحيم عبد الكريم يلعبون بجون. قبل كل شيء تعرفون أنا حاليا مقعد بسبب إصابتي، وأنا بعدني شاب وخسرت أعز ما أملك اللي هي صحتي. اللي ما يعرف شنو صار وياي يوم 27/7 صوبت بالتحرير بثلاث طلقات،
عن ضغط في كليته والكبد والعمود الفقري، وحاليا وضعه كلش جاي تأزم ويحتاج عملية بعد وعلاج هواي. وأنا ذبيت كل اللي عندي والما عندي على مود أرجع أمشي على رجلي، بس ما قاعد أقدر ألحق ولا أقدر أقف على رجلي على مود أشتغل وأعتمد على نفسي. أتمنى من أي شخص يقدر يساعدني ولو بمبلغ بسيط، وكل اللي أريد أمشي على. نتابع إذن مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. طيب نتابع قبل التعليقات، إذن هناك مقطع آخر للمتظاهر رحيم، دعونا نستمع له. أخوكم المتظاهر رحيم عبد الكريم الملقب بجون، بعد ما ناشد الكاظمي وناشد أصحاب القرار وناشد الحكومة واستهانوا بوضعيته، إحنا هسه ناشد الناس الخيرة، الناشد الناس اللي الله ممكنها، الناشد أهل الغيرة، انقذوا جون. جون حالته كلش تعبانة، وحالته يعني حالة أهله حيل حيل مأساوية، يعني وضع والدته وضع أخوانه، هو المعين بالمناسبة، هو المعين لأهله، يعني قوم جون على حاله على مود يشوف دربه. نتابع الآن التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت حول هذا المقطع. غدير تقول: الجيل الذي لا يخاف الموت يستحق الحياة، وجون بطل ويستحق الحياة. في تغريدة من محمد ابن بغداد يقول: ما حد يقدر يجيب حق الجرحى غير الشعب، السياسيين غسلوا ايدكم منهم، تبرعوا لإنقاذ جون. طبعا هو يبدو وسم الآن في تويتر. ثريا تقول: تخيل أنت المريض وبحاجة للتبرع، وتتأمل وتنتظر المبلغ المقصود حتى تتعافى وتستمر. وفي آخر التغريدات لدينا في هذا الموضوع مصطفى يقول: سلبتم وطننا، حقوقنا، حقوق شهدائنا، حتى حقوق جرحانا البسيطة، فسننقذ جون بالتبرع له على الرقم الآتي. طبعا هذا الرقم مشاهدينا الكرام موجود أمام حضراتكم أيضا لمن يريد التبرع. ننتقل إلى موضوع آخر. في تمام الساعة الثانية صباحا يوم أمس تحديدا، قامت جهة مجهولة وعناصر ملثمة بإطلاق النار وتهديد محلات سوق حي العامل في محافظة كربلاء بحسب كلام المواطنين. كما قامت بلدية كربلاء بإزالة أهم سوق شعبي في المحافظة، وهو سوق حي العامل الأخير، حيث أدت هذه الخطوة من بلدية كربلاء إلى قطع أرزاق مئات العوائل العراقية وجعل مصيرهم مجهولا. دعونا نشاهد. حج الله يساعدك. اليوم شنو اللي صار هنا؟ الناس هاي هذا المربع ساقط، ما في دولة، لا ظلت عمليات ما خابرنا، لا ظلت الدولة ما خابرنا، لا ظلت الدوريات هنا جو الساعة بالتنتين، ما تعرف هاي الجهة شنو اللي بلشت هذا السوق؟ إذا المحافظ يقول ما أدري. تحاكي أي مسؤول هسه، أي مسؤول تحاكي يقول لك ما أدري. زين عمي خابرنا عليكم، إحنا هاي مذابح صارت، الطائرات اعتدت والسوق تهلش، خابرنا عليكم، تقول عندي أنا علم، والعلم لا تجي لا توصل لا تسأل، هاي عمي المفروض تطلع عليها لجان مال تحقيقية وتتحرم من الأمر. شوف من اللي فلش هذا؟ من اللي قام عنده أمر قاضي؟ لو شنو يعني؟ عنتريات فهمونا عمي، ناس كسبوا ناس على ما عندهم علم، إذا أشياء مجهولة احنا نحمل رواحنا، أنا نقدر نحمل رواحنا. يعني إذا شنو البارحة هذا؟ أنا البارحة صدمة، جهات مجهولة، جهات مجهولة، من يضرب جهات منعوا للكمية، احنا عندنا سلاح، كل سلاحنا ونادر نحمل رواحنا عمي، مضروب سكن والناس البارحة كلها هذا مجهولين، ما عندنا مستوي، هذا طلق حي، وقف ضربه طلق حي، هذا الحي، هذا طلق، هذا مو طلق، طلق حي البارحة صار عليه. فلنتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت حول هذا المقطع والموضوع. تعليق لدينا من الحاج مظهر الماشي يقول: إذا كان هناك عدل فالمفروض اعملوا لهم البديل، وذلك بإنشاء أكشاك نظامية وذات جمالية لكسب أرزاقهم. تعليق آخر من أحمد يقول: من هي الجهة أو التيار المستفيد من تدمير ممتلكات الفقراء وقطع أرزاقهم؟ يتساءل. زهرة تقول: زين ليش هيك؟ انتوا بس على الفقير، الله ينتقم منكم.
وفي آخر التعليقات لدينا من أحمد الجبوري يقول هاي عصابات حالهم حال اللي فجر قبل يومين جبناء. طبعا ننتقل إلى موضوع آخر، حيث وجه مواطن من أهالي مدينة الموصل رسالة للمحافظ نجم الجبوري بعد توثيقه للحال المزري للشوارع في الحي الذي يقطن فيه المفتقد لأبسط المقومات من بنية تحتية وتبليط. ويوضح المواطن بهذا المقطع الإهمال الحكومي المتعمد كما يقول للخدمات وانهيار البنى التحتية لمدينة الموصل وأحيائها في ظل تجاهل حكومي لمطالب المواطنين ومعاناتهم. دعونا نشاهد. 30 هذا باتجاه شرزات، هذا سيدين 30. هاي رسالة للحكومة الرشيدة، هاي حكومتنا خلي يشوفها. السيدين 30 من جهة يعني هذا شارع شرزات مركز شرطة مال سواق الطاي وراي خلفي بالضبط. شوف يعني طريق يخبر، شوفونه هاي سيدان عبر توسع شلون تزحلق السيارة. هذا شارع على أساس يعني هذا على أساس شارع. هناك تعليقات وردت حول هذا المقطع، فلنقرأ لحضراتكم جزءا من ما ورد. راسم يقول الموصل كانت أول محافظات العراق بالنظافة والجمال، هكذا تصبح مع كل الأسف. وفي تعليق من علي يقول وين الإعمار، اشقد صرفوا فلوس. أيضا ضمن التعليقات من حسام الشمري يقول الله يحفظ الناس والله مصيبة. وجاسم الموصلي يقول عليكم من الله ما تستحقون يا مسؤولي الموصل وعلى كل من نصبكم. كان هذا ما لدينا بهذه الفقرة مشاهدينا الكرام، نراكم بعد قليل مع فقرة أنت ترى. إذن ورددنا عبر خدمة أنت ترى مقطع ستشاهدونه بعد قليل معنا مشاهدينا الكرام من محافظة ميسان، مظاهرة تضامنية مع ذوي ضحايا تفجير ساحة الطيران ببغداد، فلنشاهد. بدت الانتخابات انا قلت للشعب بدت الانتخابات وبدت رحمتها بيناتهم، هم بيناتهم بيوت شلت بيناتها والشعب طايح بيها، احنا طايحين بيها الناس فقط. وهي مبينه كل سنه كل انتخابات لازم يعني يموت الشعب. هسه راح تبدا منا بعد الانتخابات تفجيرات وخطف وقتل، وهذا احنا المستمرين. هذا مختصر الكلام. اليوم احنا كثوار ميسان الاحرار طلعنا نسكر حادث نصف بغداد اللي احنا ساحه الطيران، واللي راح ضحيتها الناس الابرياء. شفتك مسؤول راح، شفتك سياسي راح، فقط اللي هو المواطن البسيط. وان شاء الله ما يوم يعني تصير السيف على الدم، ان شاء الله السيف ينتصر على الدم ونحن باقين وهم ينبون. ان شاء الله الغراق باقي عالي وزاهي ان شاء الله. ان شاء الله هي حكم نهايه الاحزاب، وكلها ان شاء الله هي السياسه كلها صار بالاحزاب، كلها سبب الاحزاب. والغراق باقي ان شاء الله وعند ثوار الابطال. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بفقرة صندوق الورد. وردتنا رسالة وهي مناشدة أيضا عبر صندوق بريد قناة الرافدين، دعونا نقرأها لحضراتكم.
رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. بعد هجوم تنظيم داعش على الحشد في منطقة العيث شرقية قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، قامت قوة من الحشد صباح هذا اليوم بإطلاق حملة اعتقالات في ناحية حمرين شرقية قضاء الدور، واعتقلوا أغلب شباب القرية واعتدوا عليهم بالسب والضرب، ولغاية الآن لم يطلقوا سراحهم. نناشدكم أن توصلوا صوت أهالي حمرين قبل أن يرتكب الحشد مجازر بحق شباب القرية. بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المختلفة. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج، وسم بعنوان كفى لحكم القتلة، وهو ردا على تفجيرات حصلت في بغداد والتي أسفرت عن الكثير من الجرحى والشهداء. كفى لحكم القتلة الذي استمر لمدة 18 عاما مليئة بالدماء، كفى لأوراقكم الطائفية التي تحاولون إشعالها، كفى ظلما فسادا قتلا وموتا، كما قال الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع جزءا من هذه التغريدات. سراج يقول: ستتناثر أشلاؤنا واحدا تلو الآخر، ستنتشر دماؤنا على الأرصفة والشوارع وعلى المحلات وفي كل مكان، كفى لكوننا ضحايا لحروبهم السياسية. تغريدة من حيدر يقول: يجب التخلص من مخلفات إيران لننعم بالأمن والسلام. تغريدة من محمد يقول: وتبقى بغداد حاضرة الدنيا وشاغلة السياسيين وشاغلة الناس، تبا للذين قتلوا السلام وزرعوا الفتنة في مدينة السلام ومسحوا البسمة والبراءة من أحلام الصغار. وعمار يقول: تصارعوا فيما بينكم كالنعاج، لكن ابعدوا الشعب عن صراعاتكم، فكلما اقتربت الانتخابات تشتغل أساليبكم الرخيصة من القتل والسلب، صار واضحا من يدعم داعش، فانظر إلى قياداتهم أين يسكنون، تعرف من يدعمهم ويستخدمهم. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا من تعليقات أو تغريدات بفقرة الهاشتاج. نراكم بعد قليل. الآن مع القصص المنوعة. أشارت دراسة جديدة إلى أن التحدث ينشر العدوى أكثر من السعال فيما يتعلق بقضية فيروس كورونا. دعونا نشاهد هذا المقطع. الآن إلى مقطع آخر يتحدث عن ظاهرة الاكتئاب الجماعي الجديدة في العالم. دعونا نتعرف على تفاصيلها.
ننتقل إلى مقطع آخر. عرب في إدارة جو بايدن التي توصف بأنها الأكثر تنوعاً على الإطلاق. هناك شخص يدعى ماهر البيطار، هو عين مديراً أول لجهاز الاستخبارات في مجلس الأمن القومي الأمريكي. دعونا نتعرف عليه. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.